اهلا بكم مره ثانيه، وخلونا نروح على طول على فرع الجزيره للنادي الاهلي، حيث تتواجد الزميله العزيزه روزان نصر اللي مشكوره هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات. يا روزان صباح الفل عليكي، لو سمعانا اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. من هنا من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة هنقل لحضراتكم طبعا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى أو كمان الأنشطة المختلفة. هنبدأ طبعا بكرة القدم، يعني خلينا أقول لحضراتكم أنه بقيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي طبعا بيختتم الفريق استعداداته الأخيرة قبل مواجهة الاتحاد السكندري التي ستقام اليوم مساء على ملعب الأهلي والسلام، والمؤجلة طبعا من الجولة الرابعة من بطولة الدوري. وقبل طبعا انطلاق المران الأخير بالأمس، عقد مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة اليوم. طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة. من كرة القدم هنروح لكرة السلة، بعد فوز سيدات سلة الأهلي على نادي الزهور ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، رجال سلة الأهلي النهاردة بيواجهوا سموحة في ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة موسم 2022-2023، وعدم للأسف مشاركة إيهاب أمين بشكل كبير بسبب طبعا إصابة الكتف. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، وكمان بنتمنى فوز النهاردة رجال السلة أكيد على سموحة يعني في نهائي كأس مصر. خبر بقى معايا النهارده بيستعد طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لافتتاح فرع التجمع الخامس قريبا، يعني لسه لحد دلوقتي ما حدوش امتى التوقيت تحديدا، ولكن اكيد هيكون افتتاح كبير بيليق باسم النادي الاهلي. كمان بالنسبه لاعضاء الفروع فرع الجزيره وفرع مدينه نصر، لهم طبعا احقيه دخول جميع فروع النادي واستخدام منشاته بما فيهم كمان فرع التجمع الخامس. واخيرا خليني يعني اطلعكم بشكل سريع عن الحاله المروريه، يمكن وانا جايه من الطريق طريق دائري يمكن كان زحمه شويه يعني بدري، ممكن من الساعه 8 كده للساعه 9، اعتقد دلوقتي هيكون يعني الزحمه اكتر كمان، ويمكن ده بسبب ان هو ممكن يبقى عشان اول الاسبوع لحد يعني لحد يوم الثلاث بسبب المدارس والجامعات. بالنسبه لتوافد الاعضاء هنا في فرع النادي في الجزيرة، يمكن في أعضاء بشكل مستمر في التزايد، يمكن مش هنقول إن هو ولا زحمة ولا فاضي كمان، ممكن خلال الساعات القادمة يكون في توافد بشكل أكبر كمان. يعني دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة ليكم مرة ثانية. لا إحنا اللي بنشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة، جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر، شكرا لك. طيب.